اسمي مروة معيزة، عمري 26 سنة. عملت من الأول قريت 3 سنين بعد الباك ليسونس أبليكي، عملت انفورماتيك أبليكي على جيستيون، وبعد كملت عامين أخرى ماستر انجينيوري ميديا. كان طموحي من الأول لين نمشي نقرا في ألمانيا، نكمل نقرا في ألمانيا نخدم غادي. خدمت 3 سنين في راديو اف ام كوميونيتي مانجر، هي خدمة باهية معناتها وفيها أفاق، واحد باش يتطور واحد باش يقدم. أما في تونس مازلت مش معروفة بالكدا، معناتها يعرفوها اللي هي عبد لاهي بالريزو سوسيو كهو. دونك مازلت عندي فكرة أن نخدم في ألمانيا، ولا نكمل نقرا نعمل فورماسيون أخرى في ألمانيا، ولا نكمل في دوميني في ألمانيا. عندي فكرة أن باش ننسي البروجي متاعي. البروجي متاعي هو الغلة والخضرة يبداو نظاف مقصوصين نظفين محطوطين في ساشيات سوفيد. تعرضت لبرشة صعوبات معناتها سورتو من الاول كمرأة صغيرة معناتها جون هكا، نمشي نعرض المنتوجات نتاعي ولا نهز ايشانتيون، كل غزرة كلي صغيرة ماهيش سيريو. في البروجي اللي انا حليته نحب بالحق نكبر يولي معمل كبير بالمكاكن، معناتها مكاكن كبار وعباد تخدم وتولي حتى مع هذا دي برودوي نتاع تونس، معناتها علاش ليه ما نخرجهمش لبرا كيما ما احنا قاعدين نستوردو من برا.